جانا عاملة ايه؟ اهلا بيكي في الكورة. اول حاجة انت النهاردة شفناك بتلعبي تحت قيادة اسطورة ستيف كير، شايفة ازاي انك تلعبي معاه؟ يعني ازايك دلوقتي بمقام ستيف كير؟ بالظبط، يعني دي حاجة طبعا انا طبعا ليا الشرف، وده كان حلم من يعني احلامي لك اكيد. دي حاجة الصراحة ما تقدرش توصف ان يبقى كوتش في الـ NBA، وبعدين مش اي كوتش، هو ليجند. فطبعا انا ليا الشرف جدا، وطبعا مبسوطة جدا ان انا ان الـ NBA استضافني للـ BWB كامب. فبس ان انا العب مع بقية الكوتشز وبقية اللعيبة من افريقيا طبعا ومن كل حتة. عموما يعني مش بس في البطولة بتاعت افريقيا، جالك عروض من الجامعات الامريكية، ايه ابرز العروض وهل وافقتي على حاجة فيهم ولا لسه؟ لسه الصراحة ما وافقتش على اي حاجة. انا جالي الحمد لله يعني جامعات كويسة جدا، يعني من التوب 5 جامعات، من التوب 5. لسه والله ما خدتش اي قرار خالص، وبس يعني مش عندي حاجة استعجل عليها، بس انا لسه عايزة اخدها ان شاء الله ستيب باي ستيب لغاية لما ان شاء الله اتخرج. حد كلمك في الاهلي انك تطلعي في اول مقر؟ طبعا هو كلموني، الاسيستنت كوتش كلموني. هو طبعا كده مع الاهلي لغايه ان شاء الله لما هتشوفي الجامعه. انا كده ان شاء الله لسه مع الاهلي ومكمله مع الاهلي. طب شايفه بعد التطور، في تطور الدنيا مشت شويه في الباسكت بول خاصه السيدات، شايفه التطور ده ازاي؟ طبعا التطور هو ما كانش فيه الهايب كده للوومنز باسكت بول بالذات في مصر، ما كانتش يعني ما كانتش ليها الهايب زي دلوقتي الصراحه خالص. فدي طبعا حاجه يعني بشكر بيها الاتحاد طبعا، ونشكر بيها الجماهير طبعا، هم ابتدوا يسبورت الباسكت في مصر بالذات البنات. فبس يعني طبعا في تطور كبير جدا، وبقى في تحديات كبيره وبس. طب كمنتخب سيدات باسكت بول نقدر ننافس في افريقيا امتى؟ يعني شايفه ممكن في خلال قد ايه نقدر ننافس؟ لا احنا حاسه ان احنا ان شاء الله جاهزين، يعني احنا بجد جاهزين. ممكن قريب نشوف بطوله؟ قريب طبعا طبعا اكيد، بس ان شاء الله يعني ندخل في حاجه زي كده ونتشرف مصر ان شاء الله.